أما بعد أيها المسلمون، خلق الله جل في علاه الحياة وجعلها الله سبحانه وتعالى على قسمين، فجعل الحياة الأولى هي الحياة الدنيا وهي دار الأوصاب واللأواء والبلاء، وجعل الله تعالى الحياة الأخرى هي الحياة الآخرة التي لا يجوع فيها الإنسان ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى. ولقد جعل الله تعالى هذه الدنيا دارا للهموم والغموم كما وصف الله تعالى حال الإنسان فقال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإن الذي ينظر في أحوال الناس يجد أنهم يتنوعون في تحمل هذه الهموم والصبر على هذه الأنواع من البلاء. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يصف الدنيا فيقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكان صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة إذا انتقل إلى الحياة الأخرى التي هي الحيوان والتي هي الأصل نسي ما كان عليه في الدنيا من أوصاب ولأواء وبلاء، كما بين عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث الصحيح لما قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار، قال: فيغمس في النار غمسة، ثم إذا غمس فيها أخرج منها ثم قيل له: يا عبدي هل ذقت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يعني هل تذكر بعد هذه الغمسة أنك في الدنيا ذقت نعيما شربته أو أكلته أو نكحته أو سافرت إليه؟ هل ذقت نعيما في مال أو في ولد أو في امرأة؟ يا عبدي هل ذقت نعيما قط؟ قال فيقول: لا يا ربي، والله ما ذقت نعيما قط ولا رأيت نعيما قط. أنساه كل نعيم الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الحياة الأخرى التي كان الأصل أن يستعد لها، لم يتجرع من زقوم النار ولم يتجرع من أنهارها ولم يكبل في أصفادها، ومع ذلك لما غمس فيها غمسة أنسته هذه الغمسة كل ما أصابه في الدنيا من نعيم. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. ذاك البائس الذي ابتلي بأنواع البلاء من موت لأولاد أو عقوق لهم فيه، أو تجده قد ابتلي بفقر أو في سمعته أو في صحته أو في ماله أو في غير ذلك، قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. قال: فيغمس في الجنة غمسة. قال: ثم يقول الله تعالى له: يا عبدي هل ذقت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك، ما رأيت بؤسا قط ولا ذقت بؤسا قط. أنساه كل بؤس الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الجنة، فبالله عليك كيف به إذا سبح في أنهارها وضاجع حورها واستظل في خيامها ومشى في جنباتها وجالس أنبياءها؟ بل كيف به إذا نظر إلى وجه رب العزة جل جلاله في الجنة؟ هل يذكر بؤسا أصابه أو بلاء نزل به أو مرضا حل بصحته؟ هل يذكر شيئا من ذلك؟ كلا والله، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا أن يصبروا على ما يصيبهم من بلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأمر الله تعالى جميع الأنبياء بالصبر، وأمر نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصبر، فقال سبحانه وتعالى: واصبر على ما، فقال جل في علاه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومدح الله تعالى أنبياءه بأنهم كانوا من الصابرين، فمدح الله تعالى أيوب فقال جل في علاه: إنا وجدناه صابرا. ومدح الله تعالى إسماعيل فقال جل في علاه: قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما ذكر الله تعالى يوسف ذكر أن من أبرز صفاته الصبر، فقال جل في علاه أن يوسف قال لإخوته: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. من لم يصبر على لأوائه ولم يصبر على بلائه ولم يصبر على كربته ولم يصبر على مصيبته فقد ضيع على نفسه حلاوة الدنيا وأجر الآخرة.
قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه بسطة في ماله وصحة في جسده وسلامة في ولده كان خيرا له إذا شكر. قال: وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته ضراء في ماله أو في ولده أو في صحته أو في سمعته أو في وظيفته أو في ربما في عرضه أو في سمعته، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ليس ذلك الأجر وذلك العلو وتلك الحلاوة، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه إذا أراد بالعبد خيرا أنزل به من البلايا ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويرفع به درجاته إليه، وما يجعله يشتاق إلى الآخرة. ولو كان المرء في هذه الدنيا في نعيم دائم لما تحركت نفسه شوقا إلى الدار الآخرة، ولما اشتاق إلى أن يلقى الله تعالى، ولا إلى أن يستمتع بحياة أخرى هي الحيوان الحقيقي. لكن الله جل وعلا لا يزال يصيب المؤمن بأنواع البلايا حتى يشوقه إلى تلك الدار، فإن صبر وشكر فهو خير له، وإن جزع على ما أصابه فاته الأجر من ربه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحمل أنواع البلايا، ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر البلاء يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.